السلام عليكم الاخوان، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وبصحه جيده. مرحبا بكم في فيديو جديد اللي غادي نتحدثوا فيه ان شاء الله على موضوع ديال الفرق بين الجرين كارد وبين الجنسيه الامريكيه. وانت كتاخذ الجرين كارد وانت كتاخذ الجنسيه الامريكيه، خليكم معايا. بيس. بزاف ديال الناس كيتسائلوا فرق بين الجرين كارد وبين الجنسيه الامريكيه، شنو هما المميزات ديال الجرين كارد وشنو هما المميزات ديال الجنسيه الامريكيه. هادشي اللي غادي نحاولوا نطرقوا ليه في هذا الفيديو ان شاء الله. غنحاول نعطيكم معلومات، نعطيكم مميزات ديال البطاقه الخضراء الجرين كارد والمميزات ديال جواز السفر ولا الجنسيه الامريكيه. نبداو بالجرين كارد. الجرين كارد الاخوان عندها بزاف ديال المميزات. اولا هي اقامه دائمه في الولايات المتحده الامريكيه، يعني عندك الحق انك تبقى في التراب الامريكي بشكل دائم، يعني ماشي مؤقت ولا عندك فتره محدوده ولا، يعني بشكل دائم، يعني اقامه دائمه في الولايات المتحده الامريكيه. الحاجه الثانيه عندك الحق في الشغل وفي الدراسة وفي الاستثمار، يعني عندك الحق أنك تشتغل وأنك تدرس وأنك تستثمر، يعني بحال المواطن الأمريكي. حق في الشغل، حق في التعليم، في الدراسة، حق في الاستثمار، كيخولها لك البطاقة الخضراء ولا الجرين كارد. المسألة الثالثة عندك الحق في البطاقة الخضراء، عندك الحق انك تمشي لبلادك وترجع، يعني عندك حرية التنقل تمشي لبلادك وترجع، غير خصك ما تفوتش 6 شهور. مثلا الا مشيتي للمغرب خاصك تجي قبل 6 شهور تجي لميريكان، يعني عندك حرية التنقل بين ميريكان وبلادك الا بغيتي ترجع لبلادك. المسألة الرابعة، صاحب الجرين كارد عنده الحق انه يستافد من المساعدات الاجتماعيه بحاله بحال اللي عنده الجنسيه الامريكيه. المساعدات الاجتماعيه بحالاش؟ بحال الميديكيت، يعني التغطيه الصحيه، يستافد من المساعدات الغذائيه، يستافد من بزاف ديال الحوايج اللي كتخولها ليه البطاقه الخضراء ولا الاقامه الدائمه في الولايات المتحده الامريكيه. المسألة الأخرى كما أشرنا لها من قبل، أنه ممكن أنه يدرس، يعني الدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية بشكل مجاني، يعني صاحب البطاقة الخضراء ممكن أنه يدرس ويدخل يكمل القراية ديالو بشكل مجاني، ولكن ماشي ما بعد الإجازة، ماشي الماستر، يعني لا بيتقرا الباك ولا بيدير الباك ولا بيدير لا ليسونس ديالك هنا في امريكان ما كتخلص والو، ولكن من بعد لا ليسونس كتخلص. هذا واحد الامتياز اخر. وامتياز اخر ديال الجرين كارد ولا البطاقه الخضراء الاخوان هي انك كتدخل دول بلا تاشيره. كاينين دول كتدخلهم بالبطاقه الخضراء، الباسبور ديالك المغربي والبطاقة الخضراء. من بين هاد الدول اللي كتدخلهم بالباسبور المغربي والبطاقة الخضراء هي المكسيك، تقريبا أغلبية ديال الدول أمريكا اللاتينية، كندا كتدخلها بالبطاقة الخضراء، ما كتحتاجش للفيزا، طلب الفيزا. وبعض الدول العربية ولا تقريبا أغلبية ديال الدول العربية كتدخلهم بالبطاقة الخضراء.
هادو هما المميزات ديال الجرين كارد ولا البطاقه الخضراء. هادو هما المميزات ديالها، هادو هما بعض الخصائص ديالها. غندوزو دابا للجنسيه الامريكيه. اولا والتذكير الاخوان ان البطاقه الخضراء كتاخذها تقريبا 20 يوم حتى شهرين 3 شهور ماكسيموم. الا عندك شي مشكل ولا شي حاجه تقدر تسنى حتى 3 شهور 4 شهور باش تاخذ الجرين كارد. ولكن في الاغلبيه ديال الحالات الجرين كارد كتاخذها تقريبا 20 يوم 15 يوم. كاين اللي كياخذها في الاسبوع الاول فاش كتجي لامريكا. الجنسيه الامريكيه الاخوان كتاخذها بعد 5 سنين، يعني 5 سنين ديال الاقامه في الولايات المتحده الامريكيه. 5 سنين ديال الاقامه كتخول لك انك تاخذ الجنسيه الامريكيه. والامتيازات ديال الجنسيه الامريكيه الاخوان ما كتختلفش بزاف على البطاقه الخضراء ولا الجرين كارد. اختلافات كاين بعض المميزات في الجنسيه ما كايناش في الجرين كارد. كما ذكرنا من قبل هذوك الخصائص كاملين ذكرنا على الجرين كارد كتنطبق على الجنسيه الامريكيه، يعني الحق في التعليم، الحق في الشغل، الحق في السكن، الحق في الحصول على المساعدات الاجتماعيه. كل شيء هذا الشيء كاين في الجنسيه الامريكيه. زائد ان عندك الحق في بعض الوظائف الحكوميه وبعض الوظائف الاخرى اللي ما يمكنش لصاحب الجرين كارد انه يستافد منهم. كيستافد منهم اللي عنده الجنسيه الامريكيه، مثلا بعض الوظائف الحكوميه، ترشح الانتخابات البلديه ولا ترشح للرئاسه ولا ترشح لمجلس الشيوخ، المجلس ولا اش كيقولوا لك السيده، المهم ترشح الانتخابات المجالس البلديه ولا المقاطعات ولا الجوفرنمنت ولا المهم ترشح بصفه عامه. ما عندكش الحق الا ما عندكش الجنسيه الامريكيه، ما عندكش الحق انك ترشح للانتخابات في الولايات المتحده الامريكيه. الحاجه الاخرى الاخوان ان صاحب الجواز السفر الامريكي عنده الحق انه يدخل تقريبا 197 دوله بلاتي لا تقريبا 175 دوله في العالم بدون تاشيره، يعني فقط بالجواز السفر الامريكي وبتذكره الطيران كتمشي كتسافر، ما تحتاجش الفيزا، ما تحتاجش كتحتاجش لطلب تاشيره ولا الاجراءات ديال طلب التاشيره. فقط كتاخذ الباسبور ديالك زائد تذكره الطيران وهانت مسركل مع راسك وهانت مسافر مع راسك بدون حواجز وبدون بدون بدون ديرونجمون، بلا صداع بلا والو. هذا واحد ميزه كبيره الصراحه في الجنسيه الامريكيه ما كايناش عند صحاب الجرين كارد. والاخوان هذا الشيء اللي كاين. المهم ما كاينش شي اختلافات بزاف، ولكن كاينين الصراحه امتيازات في الجواز السفر الامريكي كما ذكرت لكم. فيها حريه التنقل، فيها بعض الوظائف اللي كتكون حكر على اللي عنده الجنسيه، ولكن في غالبيه الاحيان الاخوان عندك نفس الحقوق، عليك نفس الواجبات. يعني عندك الجرين كارد، عندك الجنسيه، كيكونوا دوك الاختلافات البسيطه اللي ذكرناهم الاخوان. يعني عندك بزاف 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 ديال الحوايج ايجابيه، وعندك بزاف ديال لي زافونتاج، وعندك بزاف ديال الامتيازات. ما كاينش الفرق، يعني هنا كيعتبروا المواطن الامريكي بحالو بحال المقيم. يعني عطيتي الحق للمواطن الامريكي مثلا في الصحه، في التعليم، في الشغل، كيعطيو حتى للناس اللي عندهم الاقامه الدائمه الحق ديالهم في الصحه وفي التعليم في الشغل. يعني الاساسيات ديال الحياه راه حنا بحال بحال. كيبقاو دوك المسائل الاخرين اللي ذكرناهم. خاصك ضروري تكون عندك الجنسيه الامريكيه. هادشي اللي كان الاخوان، هاد الفيديو هذا كان نهار بنشرح هاد القضيه هادي ديال الجرين كارد وديال الباسبور الامريكي، حيت كاين واحد شويه الخلط، كاين شي مغالطات كيقول لك بلي الجرين كارد ما عندوش مثلا الحق في التعليم، الجرين كارد ما عندوش الحق في هذه،
جيت باش نوضح باللي الناس ديال الجرين كارت والناس اللي عندهم الإقامة الدائمة راه عندهم تقريبا نفس الحقوق اللي عند المواطنين الأمريكيين قبل ما يكون عنده حتى هو الحق انه يحصل على الجنسية الأمريكية بعد 5 سنوات. المهم الاخوان هادشي اللي كاين، نتمنى الفيديو تستافدوا منه، هذا هو الشعار ديالنا ان شاء الله، ديما فيديوهات للاستفادة، الفيديوهات باش نشروا المعلومة على حسب التجربة المتواضعة ديالنا، على حسب هادشي اللي دوزنا في الولايات المتحدة الأمريكية، كنبغيو نوصلوا لكم التجربة ديالنا باش حتى نتوما ان شاء الله ملي يسهل لكم الله وتجيو ان شاء الله تلقاك عندك فكرة، تلقاك عندك واحد المعلومات كافية باش ما تطيحوش في الأخطاء اللي طحنا فيهم حنايا، حيت ما كانش الصراحة لي ما كانش اللي كيعطينا معلومات، ما كانش اللي كينبهنا، ما كانش صوت حنا في بزاف ديال الاخطاء، وما بغيناكمش تطيحوا فيها، بغيناكم ان شاء الله ملي تجيو هنا تكون عارف، تكون فاهم، يكون عندك فكره مسبقه على الحياه في امريكا، على الحوايج الزوينه في امريكا، الحوايج الخايبه في امريكا. المهم الاخوان، نتمنى ان شاء الله نكون استفدتوا معايا في هذا الفيديو، الفيديوهات اللي سبق، الى عندكم شي اقتراح، عندكم شي حاجه باغي تعرفوها ما عليكم، تدخلوا الكومنتير تكومنتيو اي حاجه بغيتوا تعرفوها، ولا الفيديو الجاي بغيتوا نهضر على شي موضوع، نهضر على شي حاجه، السلبيات ديال العيش في امريكا، الايجابيات، شنو هما المدن اللي فيهم الاجرام، شنو هما المدن اللي امنه، شنو المهم اي حاجه بغيتوا تعرفوها غادي ندير عليها فيديو. الله بيس لكم كاملين، وشكرا على المتابعه ديالكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، يلا بيس.